كل سلايز اللي جاي دي كلها روتانت. في الدايابيتس لقوا ان في تي اكس بي 2 واف 2، الاثنين دول بيزيدوا، وبالتالي الان سيلز ممكن تنفع دايابيتك بيشنت في بعض الحالات. حته مهمه جدا جدا دكتور، انا عندي حساسيتي، انا ساعات بيجي لي ازمات رهبه. تسمعوا كتير كتير، ادي ولا ما اديش؟ سيبكم من السلايدز بالراحه خالص 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 زي ما عملنا مع الكلى. الكلاوي على فكره مهمه جدا عشان البلد بريشر من الرئتين اهم في موضوع الراينايتس، بالراحه جدا. الصوره اللي هتشوفوها واخدين بالكم اللي هي الصوره بتاعت ايه؟ الفوسفوليبيد هتتحول الى اركنويك اسيد، هيتحول الى بروستاجلاندين. معايا؟ في سكه ثانيه بنزين ثاني اسمه لايبو اوكسجينيز بيحول الفوسفوليبيد الى حاجه اسمها ليكوترينز. سمعتوا عنها؟ الليكوترينز هي دي اللي بتطلع وقت الالرجي ووقت الاسما. كل ما هو ضد التنفس موجود في الليكوترينز. يعني ايه؟ يعني يعمل برونكو سباز، يعمل برونكو كونستريكشن، يعمل زياده في الميوكس سكريشن، يعمل جاينس فيه عشان ينشف ويقفل التراك بتاعه، يقلل كفاءه المسلز اللي موجوده على الالفيولاي. كل ما هو ضد جهاز التنفس بيحصل منين؟ من الليكوترينز. هو ده دورها مع الفوسفوليبيد، وده اللي يخلينا نتكلم عليها. تعالوا نخش شويه بالتفصيل. في اثنين من البروستاجلاندين بيزيدوا، نمره واحد السرومبوكسان اي 2 والليكوترينز. طيب لو انا وقفت البروستاجلاندين، ايه علاقه ده؟ هل هيوقف الليكوترينز؟ لا. ودي اللي زادت الزميله دلوقتي لما تقول لي ايه؟ السؤال بقى بتاعك هجاوبه دلوقتي. ريت سالتيه بتاع كورتيكوسترويد. تعالوا نبص هنا. ده اللي انا قلته دلوقتي، بصوا فوق اراجينوليك اسيد. هنا الخطه اللي احنا اتكلمنا عليها، بروستاجلاندين 2 هيطلع بقى كل انواع البروستاجلاندين. في سكه ثانيه بيشتغل عليها انزيم ثاني خالص اسمه لايبو اوكسجينيز، بيخرج حاجه اسمها ليكوترينز. ليكوترينز دي عندي فيها منها بي وسي ودي والاي 4، ودول كلهم بيعملوا نقص شديد. كل ما هو ضد الجهاز الهضمي وانتوا بتذاكروا هتلاقي البرونكاي مقفوله، هتلاقي مليانه ميوكس، العيان مش عارفه تاخد نفسها وتزرق ربما انها اسمنتك، وبالتالي الليكوترينز ده فيري فيري باد. ايه علاقه ده بالبروستاجلاندين؟ العلاقه بمنتهى البساطه بيقال، واخدين بالكم انك لما بتسد الترعه دي بيحصل ايه؟ ده اللي احنا قلناه، لقينا ان احنا بندي انتي بروستاجلاندين بتبتدي بتزيد. تاني لا بدي انتي بروستاجلاندين بيحصل ايه؟ زياده في الليكوترينز. ايه اللي زودها؟ بنحاول نفسرها لنفسنا، نقول انك لما بتسد الترعه الواحده الفرع الثاني بيمشي فيه اكتر ميه، وبالتالي الليكوترينز بتزيد لما بتوقفي البروستاجلاندين، وبالتالي ممكن الان سيز بريسيبيتيت اتاكس اوف اسما او الرجي لان. اوكي؟ هقولها ثاني بالتفصيل دلوقتي على سندروم مهمه جدا للناس اللي عندهم حساسيه للاسبرين. بعد كده انا قلت على التسليب دي في نوع، عشان كده بقول لكم العينه بتيجي تقول لك انا نمت او انا صحيت، الاثنين بيعملوا الانتي بروستاجلاندين على حسب المرض الكتير اللي فيها، ما احنا كلنا زي بعض. انا فاكر مثلا زمان بس واحده قريبتي كنت بذاكر معاها ثانويه عامه من حوالي 90 سنه. فكنت انا ايه؟ انا نومي قليل جدا جدا يعني. ف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتعمل ايه؟ ربنا في المحاضره. طيب. تقول لي خلاص بقى هتاكل، عايزين عايز انام. انت لسه مستني؟ قلت له انا اقعد اكمل شويه. فقلت له بص انا هقول لك حاجه، انا هنام شويه وبعدين ايه صحيني عشان اكمل اذاكر معاك. اه اوكي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديها الصحه يا رب. لا تعمل كده؟ والله العظيم ثلاثة انا بتكلم صدق، انا بتكلم على واحدة غيري. وملكتها حضرت. بسم الله ما شاء الله، تعمل كده خلاص، سلام عليكم. جه بقى مين؟ الدكتور جون منين؟ وكمل ازاي؟ وانا اقلب واقف على راسي، واقف على دراعاتي، واقف على كتافي، ايه اللي يجي؟ عيب اقول. في وقت ما هو عايز. فالنوم فعلا حاجه كويسه جدا. هي عندها ايه؟ مين ازاي عندها؟
بتاع السليب دي 2 ولا اي 2 اللي موجود، وبالتالي هنا هيبقى الان سيلز. لو بتنام كتير ممكن يعمل لها ارق، او لو بتنامش خالص ممكن ينيمها، او ما يعملش حاجه خالص في الاثنين، مش لازم يكون موجودين. اذا الدواء ده وارد ان هو ياثر فيه. وقالوا كمان ان هو الكوكس 2 لقوه ان هو بيقل جدا 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 في حالات الزهايمر، وانا اسف بيزيد واجبات. وبالتالي لو انا استعملت الانتي كوكس 2 ده ممكن يحسن لي حاله الزهايمر دي. وكمان قلت عليكم نقطه ان جماعه الانكولوجي بيستعملوا الكوكس 2 دلوقتي ان كومباينيشن مع الادويه بتاعت الانكولوجي او الميو سبريسيف، لانه لو بتعمل لها سينرجيستك افكت هي لوحدها ما بتقدرش تعمل حاجه، انما تريليف البين. فلما يجي لك هيقول لك انا عندي، انا لسه عندي عيانه من اسبوع كده بتقول لي انا لوكيميك وانا خايف اخد الميسوتيل، لا بالعكس خديه بلا تردد، مفيش مشكله خالص. هو بينفع في كله صحيح، كانسر كله، انما ما حدش قال ان هو ضد اي نوع من الكانسر، انما قالوا ان هو بيساعد على نوع معين من الكانسر اللي هو كله، وبالتالي دي مش مشكله خالص يهدي لك الالم. وبالتالي طبعا انت ممكن تبقى واقفه قدام العينه عارفه في حاله ظهور ادي ولا ما اديش، لا ادي بلا تحفظ. العيان اللي عندها الزهايمر طبعا بيجيلكم ناس كتير جدا فوق ال 70 وفوق ال 80 وتقول لك انا بدات التركيز يقل قوي قوي، لا مش هديها بقى، لا اديها ازاي؟ واديها كمان خصوصا بالذات انه هيساعد، مش هو اللي هيعالج يا جماعه، مش هو اللي هيعالج، انت هتديها لان هو ما فيش خوف منه وانه ربما يساعد، انما عمره ما هيضر. قولوا انترماتوري فيرست تو اورز. هقول لكم على قصه هي بتحصل كتير جدا. العيانه او العيان جاله تروما وبعدين خد ان سيز، قال لك اول يوم خدت الدواء كنت فله 100 100 100، ثاني يوم ولا كاني باخد حاجه باخد تراب. سمعتوها؟ سمعتوها؟ عارفين ليه؟ تصوروا يا اولاد ان البروستات الجديد بيتغير بعد 24 ساعه، ده نتاج وهم. ان النوع بتاعه اتغير وبالتالي انت محتاج نوع ثاني، واخد بالك كوكس 2 عشان يغير لك الاتموسفير. طب ما تديني الاول، لا يا ناصح من الاول كان كوكس 1 معايا؟ اذا طب اغيره؟ لا، ادي واحد برود يشتغل على الاثنين. بس لما تسمع ده من العيان ما تستغربش. تاني؟ يعني تاني. البروستا اللي بيجي بعد 24 ساعه ممكن يتغير. بعد ما يهدى وخلاص كونستريكشن ويقل الانفلاميشن والبليتس يحصل ثرومبوكسان و ممكن نوع البروستا اللي موجود ده يتغير. الثرومبوكسان يجي شويه، البروستا يقل شويه. فالعيان مش كل عيان على فكره، ده جزء منهم بيقول لك انا بعد 24 ساعه الدواء هيشوف النتيجه، غيره له. معايا ما تستغربيش، مش عارف السبب. انما ممكن معظمهم هيقول لك انا مستنيك والاثنين شغالين ليه؟ دايما معظمنا بيكتب كوكس 1 كوكس 2 مش كده؟ ده قشطه، وبالتالي يبطل الاثنين. انما لو اديت كوكس 2 وبالك ممكن يبطل لك 24 ساعه ما يبطلش الثانيه، فما تندهشيش وغيري، بس اوعي تعملي كومباينيشن. تاني البروستاجلاندين في الانفلاميشن بيتغير بعد 24 ساعه في بعض المرضى. وبعض المرضى يجي بعد 24 ساعه يقول لك الدواء اول يوم كان زي الفل، ثاني يوم ما جابش نتيجه، غيري له الدواء او غيري لها الدواء. لان ده ممكن يحصل فعلا والكلام ده مقبول، ما هوش كلام سايكولوجيكال، لان بايولوجيكالي البروسيس ممكن يتغير. معايا؟ بس ده اللي عايز اقوله. او تاني؟ شكله المريض ايه الحاله؟ اعمل ايه؟ اللي انا قلته ان هو اول 24 ساعه كان زي الفل وبعد كده الدواء ما جابش نتيجه. لا هو مش هيجي 24 ساعة ولا هيجي بعد 3 أيام على الأقل. خد الدواء وما تمشي له ده عارف كده تديله ده يوم؟ لا يعني أنا أقصد هو هقول بعد 3 أيام أو 5 أيام بيجي يقول لي أنا خدت الدواء بعد أربعة أول يوم كان الدواء زي الفل. ثاني يوم أو ثالث يوم الدواء ما بقاش فيه نتيجة معايا. ما سمعتهاش دي؟ أنا سمعتها. حد سمعها؟ عشان ده عشان البروستات اللي دي غير. لو حصل ده معاكي غيري الدواء. طب نغيره كوكس 2 برضه؟ لا خليك بقى برود أكتر. خدي واحد اللي بيشتغل على الاثنين، حوله دلوقتي. بيزيد فيهم البروستاجلاندين، إذا ينفع فيهم إن أنا أدي إن سيلز. العيال لو شفت أو سيبسيس يعني عنده سلايس، أوعى تديله إن سيلز، ليه؟ ليه ما تديهوش؟ ما هو أنتي كمان أه بس مش هو علاج. في أنتي باتيك، مش كده برضه؟ أنا ممكن أديه لأن تقولي في البين. وفي ناس كتير جدا الأطفال الصغيرين 17.5 مليار ديكتوفيناك اللي هو الفوتامين بينزل حرارة. وبيأتي تماما وبيخلي المود كويس جدا جدا جدا. انا شخصيا في ناس كتير جدا اعرفوا ان السيت بيعملوه عشان المود. بيقول لي اخد قرص الفولتارين او قرص البروفين بيخلي المزاج مظبوط جدا جدا جدا. اوعي تقول لا ده بيحصل فعلا، لازم يحصل معاك.
الريبرودكشن. مفيش حته في البادي سيستم ما اشتغلتش فيها البروستا جلاندين من اول المنار لغايه القبر. خدي بالكم بيشتغل على الكونتراكشن، على البليدنج، على الاوفيوليشن، على الايرلي بريجنسي مع الامبلانتيشن، مع البريجنسي، مع الليت، مع الاندكشن اوف ليبر، ليبر، ابورشن، لاكتيشن، وكمان بيشتغل في الميلز. تحبوا نتكلم عليها ولا نخليها مره ثانيه؟ مهمه جدا، انا شايف انها مهمه جدا. عارفين اهميه ايه يا ولاد؟ ان احنا معظم مرضانا بتوع الديفيوز كونكتد بيجوا في الريفراكت بيريود. يعني بيجوا لنا سن 15 20 سنه لغايه سنه 45 سنه. اذا كلهم بتوع اليوباس والروماتويد بيجوا لنا في السن ده. والمشكله بقى انها تجي لي وتقول انا عندي روماتويد وهبطل كل الدي ماركس وهاخد بس الان سيز. اخده امتى؟ اول تريمستر ولا تاني؟ طبعا متعلسه مريح نفسه وانا اكون. قول لي تيجي الكود بتاعي ما اعرفش. طب الكورتيزون ما اعرفش. طب اخد ماليش دعوه. روحي له والبسيها انت بقى الليله كلها. تعالوا بقى نلبس الليله سوا نشوف ايه اللي ممكن نعمله في ابسط دواء. طبعا في حاجات ثانيه اهم من ده كتير جدا، بس برضه ممكن يكون ليه دور بصوره او باخرى لو اتاخد بيه كرونيك. عايز حاجه حبيبي؟ بتعملوا ايه يا جماعه؟ بتعملوا ايه؟ لا ولا اي حاجه، ده هو بيثبت الستاند بتاعه. طيب الاوفيوليشن محتاج كوكس 2 والبروستاجلاندين مهم جدا 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 جدا. وكمان بعد ما يحصل اوفيوليشن اثناء الاستويشن الكونتراكشن في اليوترس محتاج والباس كونستريكشن محتاج. تمام؟ اذا انا اثناء كل الاستويشن بيحصل فيها بروستاجلاندين. اعتقد ان كتير جدا 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 من الفيميلز الصغيرين بيجي لها ميد منستريشن بين اللي هو اثناء الاوفيوليشن، ده نتيجه بروستاجلاندين بيعمل كونتراكشن في اليوترين اول. واثناء طبعا المنستويشن الديسمنوريه مشهوره جدا نتيجه كونتراكشن. اذا انا ممكن ادي وقتها انتي بروستاجلاندين تريليف البين. انما نخلي بالنا ان الاوفيوليشن محتاج بروستاجلاندين. تاني الاوفيوليشن محتاج للمره الثالثه الاوفيوليشن محتاج او المره الرابعه. ليه؟ خلي بالك عشان البنت اللي لسه متجوزه ومحتاجه تعمل بريجنسي معايا اديها ان سيتس. هو ده الكلام. وادوها امتى؟ لان تاثيره بيقعد قليل. واظبطه مع الميدستريشن ولا لا؟ ده برضه بعيدها تاني. تمام؟ ليه؟ لما جونا على الفيران ومنعنا الكوكس 2 تماما جالهم انفيرتيلتي. تخيلوا الاوفر مش قادره تخرج من الاوفري نتيجه الان سيلز. دي مصيبه. طب ما تاخدش بالنا منها. اخد ايه يا دكتور؟ لا بطلي الاستروجين ثلاث شهور. طب الباقي لا خديه زي ما هو. هتتجوز بعد شهرين. واخد بالك؟ ومفيش حمل خالص لمده سنه. وسعادتك ماشيه على فول دوز اوف ان سيلز. وانت اللي عامل كل البلوى دي. والدكتور اكتر من كده هاجيلها بيرمنت انفيتيزي. معايا؟ لمجرد انك مش واخده بالك ان الاوفيوليشن نفسه بيحتاج كوكس 2 بالذات لو كنت مصره على كده تدي واحد من الكوكسيز. هنا انا كاتب الايرلي مارج في الار اي. ما هو ده اللي انا خدت لسه واخد بتكلم عن الاوفيوليشن. ان انا هاخد بالي بقى البنت وهي جايه هنا اسمها تعمل ايه؟ طول صفوه تاخد ايه؟ بص يا بنتي ممكن تاخدي قرص بريديلون. خد بالك ده ممكن نمشي فيه فتره معينه، انما الافضل بلاش خالص. طب اخد ايه؟ اخد باراستامول برضه لو خدناه بجرعه كبيره ممكن يشتغل نون استرويدات. وعلى فكره الباراستامول او الاسيتامينوفين بيعتبر كوكس 2 اكتر منه كوكس 1. وبالتالي بلاش تديه بافراط قوي. طب ادي ايه تو ريليف البين؟ ادي انتي انفلاماتوري، الفا كيموتريبسين او مشتقاته. ادي حاجه تو ريليف البين بعيد عن الانتي بروستاجلاندين. ليه؟ مشكلتك في الراتف سيستم ان كله قائم على البروستاجلاندين وتفضل النوع بتاعه ايه؟ وبالتالي تجنبي للبنت اللي احنا مش طبعا ليه تاخد نفسك تضحكيها؟ هتجيها طبعا زي ما انا عايز صح؟ وهي بتاخد نفسي دي اديها ان سيتس؟ طبعا اديها. هو انا خايف من ايه؟ هو انا هديها مستر زيت واقول لها احمي؟ ما انا خلاص مش فارق معايا، خلاص ما دام انا قلت لها مش هينفع دلوقتي انت لسه في اكتيفيشن. ما ينفعش دلوقتي يا دكتور، ما ينفعش يا بنتي. انت لو دلوقتي حملت دلوقتي المصيبه صدق. استني ست شهور، طب اجل الفرح؟ اجل الفرح. اصل جوزي مش راضي معايا، فليه لازم ترجحيني، مش دعوه.
ده في نروح تانية جاية، خدي بالكوا، يبقى قول لها يا إما ده يا إما استحملي بقى اللي أنت فيه. وخلي بالكوا يا جماعة بالذات لو كانت إيرلي آر إيه لازم يخرجك حازم جدا جدا جدا. يعني إيه؟ اوزنيها وأنت علاقتك بالله سبحانه وتعالى. عيانة فعلا عندها اكسبشن فظيع جدا 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 ومش عارفة تعملها كنترول وريفراكتوري وتديها كومباينيشن. يعني عندي في بنات صغيرة بتاخد كومباينيشن، بتاخد مثلا الفلونوايد مع الميثوكزين، هل دي أخليها تحمل؟ أو لا ما عنديش حل، هاتي لي جوزك، هاتي لي خطيبك، هاتي لي أي حد، هاتي لي اللي أنت عايزاه ونقعد نتكلم معاه ونقول ما ينفعش دلوقتي، نستنى أهلا وسهلا ليه؟ إن كمان محتاج نيستروجا ومحتاج كورتيزون. لما الدنيا تهدى وبدأت عايز تخش في ريميشن ده توقيت مناسب جدا 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 أبدأ أعمل مزرورة وأبدأ أخليها ريدي فور بريجنسي، لأن أنا هسحب كل الدواء بما فيهم حتى الاسترويدز زي ما هنشوف دلوقتي. وبالتالي اخلي بالي من الايرلي مارج. الانفيرتيليتي العيانه اوريدي بتقول لي انا بعاني وفكر ان انا اعمل زرع مش عارف ايه والكلام بتاع الميكروسكوبي مش عارف ايه والزرع والكلام ده كله، اقول لها نيفر تستعملي انسيدز لان ده بالتاكيد هيعطل الشغل بتاع الراجل بتاع النساء ان هو يعمل لك اوفيليشن صناعي او كده. وبالتالي اخد بالي في البرايمري والسكندري انفيرتيليتي ان انا ابطل. هتقولي قد كده ليه تاثير؟ انا ما بقولش ان هو تاثيره جامد، انا بقول انا بساعد. انا عارف ان الام 6 هتوقف فرصه جامدين وعارف الكورس مهم جدا جدا للابيوليشن. اذا ما جيش انا بقى وازود البله تيزا يورو او تي بله هو دي بالكم. ثالث حاجه الاس ال يو فوسفوليبيد، طبعا اخد بالي ان الاس ال دي بيعمل فاسكولايتس هو دي بالكم، وان انا برده غلط جدا اوقف الفرصه جامدين. الانتي فوسفوليبيد بيعمل ايه؟ بيديك ابورشن. طب هو ده برده انا بحمل على الابيوليشن، فبرضه في الاكتر الصديق افضل ان انا ما اديش ان سيلز عندي مثلا ياسمين ما ينفعش، خاصه انا تعبانه ولا اعرفك، خدي اي حاجه، خدي مورفين، خدي مورفين تروليه في البيت. وكان محمد جوزها مثلا بيشتغل في ميديكال فيلد برضه، تقول بص يا محمد شوف لها بتدين اسرقه كده مش ولا حاجه كم امبوله ودوب لها بس لغايه ما يعدي كم يوم دول لغايه ما نخش فيه ان شاء الله في البلاستيك تتكون، ساعتها ممكن بقى ان شاء الله بديها خلاص البلاستيك اتكونت. خدي بالكم، فبقى اقول لا ما ينفعش لازم اوقف الام سي اس. بصي مفيش حد قال وزرول للام سي اس، الوزرول دايما للادويه اللي فيه احتماليه الادكشن فيها زي الكورتيكوسترويد، والوزرول بيتم في الدي مارس اللي هو اكتنج دراجز. خد بالك لما الام سي اس مفيش خطوره من بره مش هيحصل حاجه. هقول لك برده حته حلوه جدا اللي انت قلتيها اشكرك عليها، البروستاجلاندين بيتخزن جوه الخلايا ولا لا؟ هيرد على السؤال بتاعها. بعد كده الايرلي بريجنسي زي ما انتم شايفين كده الامبلانتيشن محتاج ان سيلز. تقول لك الله في سفر خلاص مع الانفليشن حصل والحمد لله في الانفليشن حصل. ايوه حياتي بس مش هيحصل لها الكلام ده بالبروستاجلاندين. يعني ممكن يحصل في الانفليشن وازاي بتتكون ويطلع على الجدرس وينزل مع الانفليشن. اذا برضه مهم جدا ان البروستاجلاندين هو اللي بيعمل امبلانتيشن للزايجوت جوه الاندوميتريا، وبالتالي مفيش داعي ان ده ممكن يبقى ويك. او عيانه بتقول لي انا عامله سيركلاج وقافله لان الحمل بتاعي ما بيقعدش واديها انسيلز، ده كلام برضه. ده انا محتاج كل قطره بروستاجلاندين محتاجها عشان اثبت الجنين جوه بطنها وبالتالي ما اديش انسيلز وقتها. كل دول انا قلت خلاص. بعد كده بروستاجلاندين ستايبس باي اب. هنا الجزء الثاني اللي هو اول تريمستر سيجوا كله بينتج، الاميو كله بينتج، كله بينتج. اذا افضل خلال اول تريمستر ما اديش نونستيرويدال. ليه؟ عشان سيجوا ممكن اديه اديه بس ان ديماند وقت اللزوم بس، انها ما يبقاش بكميه كبيره او كرونيك يوز. برضه فوكس 2. طب يا اخي كنت رايح كده من الاول؟ لا انا بحب كده، بحب اعذبكم معايا. ما كنت جبت الصوره دي من الاول، كل الحمل ما ينفعش فيه انتي بس لازم اقول لك واحده واحده تبقوا عارفين انتوا فين وعارفين اهميتها. ليه؟ انا بكتب ان سيلز اثناء الحمل او التالي انا بكتب ان سيلز حتى لبنتي بديها ان سيلز بس بتقد ايه وامتى واي تريمستر واستنى امتى وحصل امبلانتيشن حصل اوفيليشن حصل معرفش ايه ابدا احسب كده اقول الحته دي عندي يوم او اثنين ممكن اديه او خديه بالليل وبلاش الصبح او خديه بلاش بالليل. وانتم عارفين دلوقتي ان الايه البروستاجلاندين بيتخزن ولا بيتخزنش جوه الخلايا. الحمل كمل مين اللي هيبدا الولاده؟ البروستاجلاندين ملوش حل. اذا الست عندها غلط اديها اثنين ثلاثه خليها فله
اهلا بيك يا حبيب قلبي، اهلا بيك يا شاطر، هتموت الاثنين واخدين بالكم؟ نفع الا لو كنت محضر سيزير معايا، يبقى جالها الطلق او على وشك طلق او بيقطع معاها، نفر. انا كنت ان سيلز بالذات لو كان مكسور ان هيوقف لك كل الفرصه الجامدين اللي انت بتعمل بيه اندكشن وفليفر، صح؟ ده الدكتور رفع النسا بيدي البروستاجلاندين عشان يعمل اندكشن وفليفر. اقول لها بس خدي حرف اندكشن وفليفر، ويا سلام بقى حرفين بروستاجلاندين معاها يظبطوك، يخلي الفيش فين خالص. تمام؟ هتعملي كده؟ هو ده الكلام المكتوب هنا. وفي هرمون مهم جدا اسمه اوكسيتوسين، انا قريت عنه كتير جدا الحقيقه، لقيت علاقه وثيقه بينه وبين البروستاجلاندين، وبيشتغلوا بيه دلوقتي ويطلعوه عن طريق البروستاجلاندين. حاجه تحفه. الفراعنه كانوا بيستخدموا البلاسينتا كانها روح ثانيه. وشوفوا قاعدين اربعه مسميين تحت، مسميين البلاسينتا لما تنزل لاهميتها، انها مجرد ما بتنزل بينزل معاها على طول كميه كبيره جدا جدا من انتي بروستاجلاندين، وبالتالي بيحصل كونتراكشن في اليوترس وما بيبداش اللاكتيشن الا لما بتنزل البلاسينتا. الكلام ده من 5000 سنة. سبحان الله. ايه دي؟ طب ما خلاص ما حتى طب خلاص خلاص حصل اندكشن وخلاص بقى البيبي حط الراس تحت وبدا ينزل، كل ده شغال البروستاجلاندين كونتراكشن في اليوترس، حتى الفايليتيشن اللي موجود في السيرفكس وفي الفاينا برضه بيشتغل البروستاجلاندين. الكلام ده مكتوب هنا على البرولاكتين. دي زي ما بيقول الى ابورشن. بروستاجلاندين اف 2 هو اللي بيعمل ابورشن. نقص البوست بارتم هيمورج ده بالبروستاجلاندين. اذا انا ممكن اوقف الابورشن عن طريق انتي بروستاجلاندين. فاكرين حاجه اسمها زمان اسمها ايه؟ البيتا بول؟ نسيتوا؟ سنه رابعه. دي لسه ده متهيألي لسه مسمين ثلاثه ولا اربعه عليهم نزلهم. طيب كانوا بيدوا البروستاجلاندين. التراجيك بتاع الانكولوجي قال للراجل بتاع النساء انك انت لو عايز تعمل ابورشن وكانت البنت حكيم واحد وراحت سامعه المعلومه دي، اديله ميستو زيت واديله بروستاجلاندين. صح؟ صح؟ تصوروا بقى صح؟ وراح قايلها للناس وراح قايلها للبدايه. تصور يا ابوك ولقيتها جايه بتقول لي دي خدت 500 مللي جرام ميستو زيت مع حقن بروستاجلاندين في ظرف 24 ساعة كان ابورشن، وإيه؟ سيف وآمن 100 الجريمة الكاملة. إحنا بنديها علشان حاجة تانية. أنت صح بتاع الأنكولوجي بيديها لو استمر الحمل هتموت الأم. والدكتور بريجنسي برافو عليك. مين شاطر يقول لي الميستريك زيت ليه موت الجريمة؟ وليه ما موتش الأم؟ الله يعني دلوقتي انا بدي 500 مللي جرام معايا. طب يعني طب ليه ما تموتش الام؟ ما هو ده اللي بيتفتح زيها، ممكن يكون عنده اربع خمس شهور وقتها. كل الميزوكريستول هينزل لي الجريده شيء سهل جدا، هيعمل كونتراكشن في اليوتراين وول. اللي هيقول دي هديله 50 قرش. لا بص ايه؟ مش عايزينها. بناقص ايه 50 قرش دي؟ طب 5 جنيه. نفس الميكانيزم بتاع اليوسف زيد ان هو بيشتغل في الموبايل. هيقلل هيوقف الخلايا اللي هتجيب لي هي رمدي دلوقتي يعني بسيرة بتاعت المرضى. شربت ايه ان انا صح؟ بيرفكت. انت عامل 5 جنيه. حد دلوقتي حاجه. صح. ليه؟ هو الميسو زيد ليه يوقف الموبايل؟ لانه بيشتغل على ايه؟ على الموست بروليفريتنج سيلز اللي هي مين؟ الليمفوسايت. فبيوقفها، فعشان كده بيعالج الروماتويد، صح؟ ليه الميسل زيت بيعمل سبريشن للبون مارو؟ لانه ما بيشتغلش غير على الرابلي كونفكسيل، عشان كده بيعمل سبريشن للبون مارو، صح؟ من ضمن الحاجات دي ان زي ما قالت دلوقتي برافو عليها، ان البيبي الاول كل خلاياه ستيم سيلز كله عمال في المو، فرابل كونفريتنج سيلز كله، وبالتالي اكتر حته بيحصل فيها كونسنتريشن من الميستروزيت هي البيبي، وبالتالي وانس الام تاخد الحقنه تقريبا 90% منها بيروح يعدي البلاسينتا ويعدي على الفيتاس ويقتله ويكمل على بقيه الميستروزيت اللي هو الميستروستول عشان يعمل ابورشن. معلش يا صاحبي الجرعه اللي هي بتاعت الابورشن دي ما بتاثرش على
خلي بالك الجرعه دي احنا بنديها فعلا كل اسبوع اللي بيعطوا الكولاجين. انا مش بتكلم احنا الفيتامين في السوق. يعني احنا اللي غشينا من بتوع الكولاجين، احنا اللي بناخد، احنا جربنا الميستريك زيت لقينا اللي حصل ايه؟ فاكره الذهب بتاع زمان؟ الذهب ده اكتشفناه ازاي؟ ان العين بتوع التي بي هو كان بيتاخد التي بي. ما كانش عندنا وقتها في البيانات ما كانش موجود الايزونيازايد ولا الريفامبيوسين. فكنا نجيب جول عشان يعمل شويه سبريشن للتيوب باسيلاي. فلقوا ان الناس اللي عندها روماتويد بيحسنوا. فعرفنا ان الجول بيحسن الذهب. نفس الشيء عملوا زيت. الناس في الانكولوجي لقوا ان الناس اللي بياخدوا ميستروبيزيت 500 ملي جرام كل اسبوع عشان يوقفوا الكيمياء او لو عندهم روماتويد بيتحسن جدا جدا. فهمت حاجه؟ فقلنا بيحسن الروماتويد، رحنا واخدينه ولا نقيس بقى هو بيتحسن بكام؟ ب 500؟ لا طب نجرب 150 اتحسن، طب 400 اتحسن، نزلنا لغايه 25 ملي جرام ولقيت اتحسن، لغايه 7.5 ملي جرام بيتحسن. بس فعرفنا ان هو لا جرعه اقل من كده كتير جدا ممكن تحسنه، وبالتالي نزلنا بالجرعه لغايه 25 ملي جرام. يعني بتاعت الاوبورشن دي حوالي 20 ضعف او الانكولوجي عن اللي احنا بنستعمله في الروماتويد. عشان كده الحمد لله ما عندناش الكوارث بتاعت الميسوليزين زي بتاعت الانكولوجي. جاوبتك؟ فمفيش خوف على الليفر بتاع الام، ولا بالك لو هتستعملها مره واحده، ان بتاع الانكولوجي بنستعملها كل اسبوع لبعض الاحيان 3 شهور. اوكي؟ مش مقتنع. ما تردي. مقتنع مش هيموت الام بالكبد؟ انا بقول لك انت مش تبسالتي؟ انت مقتنع ولا مش مقتنع انه مش هيموت الام؟ لان احنا بنستعمله كل يوم مع السرطان، كل يوم بيستعملوا سجيت 500 ملي جرام. جرعه مشهوره جدا. بعد كده دي قلناها خلاص الانهبيتور بريماتشور ليفر قلناها برضه. واخر حاجه مشهوره جدا البروستاجلاندين مهمه جدا في الاثنين. طبعا دي مهمه جدا 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 اقول لكم فين الولاد